السلام عليكم متتبعي مطبخ تقوى جوري، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. اليوم بإذن الله جبت لكم واحد الوصفة سهلة غنية عن التعريف وبسيطة في متناول الجميع، ألا وهي التردة أو الرفيسة العمياء، المهم كل واحد وكتيبغي يسميها. عندي هنايا كمية، أي كمية ديال القديد، اللي بغى يستعمل القديد يستعملو، اللي بغى يستعمل الدجاج، اللي بغى يستعمل اللحم. المهم عندي هنايا مطيشة محكوكة، وعندي بصلة خضارية استعمل جوجات، عندي هنا العطرية، عندي سكينجبير، خرقوم، قليل من الملح، والبزار، وطبعا رأس الحانوت. غادي نبداو دابا في الطنجرة ديالنا، غادي نضيفو القديد، صراحة كتجي زوينة بالقديد، كتجي رائعة. واختاريت حتى البصلة الخضارية، حتى هي موسم ديالها هو هذا، حتى هي كتجي زوينة وكتعطي واحد المذاق زوين. كما قلت لكم استعملت جوج بصلات خضاريين، كيعطيو راكم عارفين المذاق ديال البصلة الخضارية. وبما انها موجودة دابا وهذه هي الوقيتة ديالها، نستعملوها. عندي هنايا العدس منقي ومغسول، وعندي جوج معالق كبار ديال الحلبة. عندي العدس استعملت كأس ديال العدس، واستعملت جوج معالق كبار ديال الحلبة. وغادي نبداو دابا نضيفو في العطرية ديالنا، عندي هنا كيما قلت لكم الخرقوم، ورأس ملعقة صغيرة ديال البزار، وراس الحانوت. طبعا بما انها رفيسة عمياء، واخا حنا هاد الوصفة هادي غنديروها بعوينيتها ان شاء الله. صافي دابا كنشحرهم مع مطيشة محكوكة. استعملت هنا جوج حبات ديال الطماطم كبار، طحنتهم وغادي نشحرها مزيان. استعملت المطيشه باش ما تحرقش ليا العطريه، اللي بغى يستعملها يقطع، غير يقطعها مكعبات يقطعها. انا بصراحه كتخطر ليا لاصوص، كيجي لاصوص خاتر وعاقد، كيجي زوين. صافي دابا من بعد ما تشحرت لينا العطريه ديالنا، غادي نضيفو الماء غليان. انا استعملت لتر ونصف، صافي لتر ونصف من الماء، ما زدتش عليه. صافي وغادي نستعملوا الفلفل الحار مزود، وغادي نسدو عليها. هانتوما شفتوا، غادي نسدو، درت الفلفل الحار، غادي نسدو عليها. ها هو الخبز، كنجمعوه كنخزنوه في الكونجيلاتور، وفيش كنبغيو نستعملوه كنجبدوه. انا هنايا في هاد الوصفه هادي قلت لكم كنبخرو مع البصله الخضاريه، كما قلت لكم بما ان الموسم ديالها هذا. صافي وضعت الخبز ديالي مقطع لتحت، ودرتها هي، مكيتاخدش الوقت بزاف، في اخر لحظه حضريها وكتجي لذيذه وزوينه، ولهاد البرد هذا مغذيه. ها نتوما كما كتشوفوا، غير طلع البخار الاول في في, في سميتو زولتو. ما نقولش لكم المذاق ديال البصله الخضاريه كي تيجي لذيذ، وكنتمنىكم تجربوها. صراحة وجبة ديال هاد الفصل هذا، نديروها للغدا نديروها للعشاء. صافي دابا كنحطو القديد ديالنا وكنسقيوها عادي. شوفوا البلول كي تيجي خاتر، وكيجي فيه واحد المذاق ديال القديد، يا سلام ما شهيتكم فيه. هانتوما شوفوا البلول ديالنا، ما نقولش لكم الريحة ديال القديد. البنات انا ما استعملتش السمن، ما بغيتوش صراحة، ما كتعجبنيش ريحته مع القديد، كيجيني شوية قاصح. واللي بغات تستعمل السمن تستعمل ملعقة كبيرة ديال السمن، المهم السمن على حسب الرغبة ديال كل واحد. صافي كنسقيوها. عرفتوا البنات ملي كنبداو ناكلو فيها مع داك، مع بخرناها بالبصلة الخضارية، كتجي يا سلام كتجي لذيذة. وشوفوا البلول كيما قلت لكم، كيجي واحد البلول رائع ولديد. ها هي الرفيسه ديالنا العمياء ولا التردة، بعد ما وجدات كتجي رائعه وكتجي لذيذه، والصوره بصراحه كتعبر. كنتمنىكم تجربوها، وكنتمنىكم ما تبخلوش لينا بجام. ولاول مره يشوف القناه يتابعونا معنا، ومع السلامه.